أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نسمع بين الفينة والأخرى عندما يحصل اعتداء من الكفار على الإسلام والمسلمين من ينادي بوجوب مقاطعة بضائع الكفار، فهل لهذا الفعل مستند من الكتاب أو السنة؟ حيث أن بعضهم استدل بقصة هجر النبي صلى الله عليه وسلم للثلاثة الذين تخلفوا، فهل استدلاله صحيح؟ تخلفوا؟ لا، ما تخلفوا، الذين خلفوا، ما قال الله الذين تخلفوا، قال الذين خلفوا، يعني خلف أمرهم فلم يعذروا في أول الأمر، خلف عذرهم إلى أن نزل القرآن فيهم. والمقاطعة يا أخوان هذه من سياسة الدولة، من صلاحيات ولي الأمر، إذا أمر بها لزمنا الامتثال، وأما إذا لم يأمر بها فالإنسان بكيفه، ما يقاطع أو لا يقاطع، كل بهوى. هنا بغيت لا تأكل أبد ولا تشرب أبد، أحد جاي يلزمك؟ نعم.